منذ قليل كنا في المسيرات جاءتنا الأخبار باللي استقالت بالعنف، وهذا يعني أمر مليح لنا احنا لأن مطالبنا بدأت تتحقق مطلب بعد مطلب، وبالعز هو مجرد مطلب ثانوي، نحن نريد رحيل كل بدوي بالعز وبن صالح، ويعني هذه نقطة إيجابية تم استجابة لحراك الشعبي هذا، ونحن لن نتوقف في هذا الحراك حتى يرحلوا الآخرين، وإن شاء الله تكون هذه مبادرة هي مبادرة خير نحن نراها كطلبة في رحيل بالعز، إن شاء الله تكون شخصية اللي جاية في المكان وهي شخصية توافقية اللي يشوفها الشعب، وهذه من الخطوات اللي أنا نشوفها، يعني أنا كطالب أنا نشوف اللي بالعز اللي راح يجي في مكان بالعز راح يكون شخصية توافقية وراح يدفع استقالة بن صالح، ومن هو راح يتولى المرحلة هذه الانتقالية، وإن شاء الله هذه يكون هذا السيناريو اللي أنا نستناه.